دكتور، جيت اليوم مع أخوي يحيى لحتى نقدم تبرع بناء على طلبك لمستشفى نارية. الكل بيعرف الأوضاع اليوم بأوضاع المستشفيات والنقص في الأدوات اللي بحاجتها كل إنسان مريض، فشفنا من واجبنا إنه نقدم تبرع شك 100,000 شيكل من أجل شراء ماكينة للتنفس. أنيتا فيس، تلفون منها؟ أنيتا بعفريت، بعطي المخشلي لمسور تشيك على صاخ 100,000 شيكل من خفرات شلال وخفرات صالح دباح وبنار، ترومة لبيت خوليم لبيت أخوليم اللي فيه بقشتخا دكتور برهوم. نحن مود معرفين متخا معرفين متعصي أشوفها أطراف السيفة تعرفين في تصوفة أقيم في أقيوت كل ما شاءتي من سيم لأنشياء قليل. نحن مبرخين على عصي أشوفها خيم في رأينو خفتينو لتروم لبيت خوليم وأخري سيخا شايتا إتخا أمرت شخصير مخونوت لهنشمة وأني مجيش لخا تشيك على ساخ 100,000 شيكل كترومة لرخشات مكونات نشمة. شيء مبروك بهالصحة إن شاء الله. لو نستريق زي هذا في حاجة نستريق زي هذا أبغى بمدى في تصورك إن شاء الله يصير لها بي خيب شلان شيء إن شاء الله. أول شيء أبو فادي وشركة دباح والأخ الموجود هون، شكرا كثير لإلك لإلكو على هذا التبرع الكريم، فبنتأمل إنه دائما تكونوا أنتوا الكريمين وانتو تتبرعوا وانتو تخدموش، احنا نخدمكم بدناش نخدمكم، نتأمل انه ما تحتاجوش انه نخدمكم بهذا المعنى. تضاربة لخا ولأخين دباح، تضاربة على ترما هنديفا، تضاربة على زيش نعنيتا مياد اخ شيرمتي لخا تليفون مياد نعنيتا وماش نبي لخا تشيك شو 100,000 كده لكنوت مخونات نشمة. اني مودي لخا مئود مودي لخم مئود על זה שאתם חלק בלתי נפרד מהקהילה שלנו ואתם מאוד מעריכים את מה שאנחנו עושים. זה מאוד, זה חוזר בסוף לעובדים להראות להם מה אתם עשיתם בשבילנו. תודה רבה וישר כוח ואינשאללה תמיד אנחנו נבוא לקנות אצלכם דבח ואתם לא תצטרכו אותנו. וברגע באול אני שחסיין באמן في التبرع للمستشفيات. כל تبرع لإنسان محتاج هو إشي إيجابي، إذا الله أعطاك لازم تعطي وكله من مال الله زي ما بقولوا، وكله كمان بفضل الناس اللي بتتعامل معنا ونتعامل معهم. فدكتور برهوم إحنا بنحييك وبنحيي كل الأطباء بسلام. اللي في مستشفى نارية وكل النارسات اللي كل موظفين مستشفى نارية على خدمتكم وعلى وقفتكم لجلب المواطنين بجليل. ومن هذا المنطلق من هذا المحل بناشد زملائي او اصدقائي في الوسط العربي كمان، في احنا بنعرف انه المستشفيات بشكل عام اغلب ميزانياتها كلها من التبرعات من خارج البلاد، وحضرتك كنت كمان بخارج البلاد حضرت تبرعات كمان من خارج البلاد، ولكن انا كمان بالوسط العربي بناشد اخرى مره كل انسان عنده امكانيه كل تبرعه منيح، ولكن المستشفيات اليوم بحاجه يتبرعوا للمستشفيات لانه هذا في من وراء انقاذ ارواح. ف واحنا دائما الخدمه يا دكتور، بتمنى لك التوفيق، مبين عليك انت مش نايم تعبان كلياتكم تعبانين، وبالتوفيق ان شاء الله ودير كل العطاء ان شاء الله. شكرا كثير، شكرا كثير كعمر لكم، شكرا كثير. و بتذكر هاي الوقفه بعز علي حياه الوالد الله يرحمه لما انا كنت عندكم وقعدت بالبيت، وبعز علي بهاي اللحظه كان الله يرحمه واشوف انا بعد الشركه على اسمه يعني ما بعرف شو بقول لك انه يقطع الشك من ايده، هذا كرم كبير وكرم كبير انه يقطع الشك من ايدك ابو فادي ومنكم. شكرا كثير لك ولكم، واحنا بنتامل انه دائما نكون لخدمتكم اذا احتجتوا ان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله. لا ابو قاسم هون